بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، الحديث عن الميديا أوبجكت. الميديا أوبجكت ده مفهوم جميل خالص، كان خاص بإن أنت هو بيدي لك طريقة تقدر تعمل تديسبلاي بيها، تظهر بيها الميديا بتاعتك. في الغالب بتكون مثلا صورة جنب منها مجموعة من النص، في الغالب يعني بشكل عام بنلاقيها في المواقع كتير. بتلاقي مثلا الصورة وجنب منها عنوان وكم سطر صغير، وبعدين بيبتدي بتلاقي بوتوم صغير بيقول لك اقرأ المزيد أركم، كمل القراءة وكده. ده اللي هو عبارة عن الميديا أوبجكت يا جماعة، عبارة عن صورة ونص وعنوان مثلا، ممكن يكونوا أو صورة ونص بشكل عام، والاتنين كونكتد ببعض، مربوطين ببعض. كنا هنسميهم لو احنا كنا شغالين بالبوست يعني كتدوين او كده. طيب ده اللي احنا ان شاء الله بس هنحاول نحكيه في السيشن بتاع اليوم. اوكي، انا معايا 6 اعمدة على الجريد بتاعي وهبتدي اعمل ديفيجن. طيب علشان تبتدي تدرج يا جماعة الميديا اوبجكت محتاج كلاس. الكلاس هياخد نفس القيمة بتاعت ميديا هايفن اوبجكت. اوكي، ومن التوزيعة الجميلة دي أكيد إحنا عارفين الميديا أوبجكت يا جماعة ده الكونتينر، الربر، الإناء الحاوي لأجزائه اللي تحت منه. طيب أجزائه اللي تحت منه أنا معايا لغاية كام؟ معاك لغاية من 2 ل 3 عناصر، تمام؟ يعني تقصد إيه من 2 ل 3؟ يعني ممكن مثلا نصين وصورة، ده صعب شوية. ممكن مثلا صورتين ونص. أنا في الغالب بميل إنها تبقى حاجتين اتنين بس يا جماعة، وده اللي أنا هحاول أطبقه دلوقتي. هخليها نص وجنب منها صورة، تمام؟ النص طبعا هيتشكل ما بين عنوان وما بين محتوى وجنب منها صور. ما يهمنيش بقى العنوان والمحتوى، كده كده كلها وصول اتش تي ام ال. انا بقول ان انا معايا نص وجنب منه صوره بمنتهى البساطه، تمام؟ رايت، اوكي. انا موجود كده جوه الديفيجن ده، وعلشان ابتدي ادرج السكشنز اللي اصغر منه انا ببتدي اقول له بص انا عايز كونتينر، الكونتينر ده عباره عن ميديا اوبجكت، تمام؟ جميل خالص، 100 100، تمام. ما هو النص جزء من الميديا، انت عايز ايه جوه؟ انا هقول لك ان انا عايز جوه منه حاجتين اتنين، تمام؟ لما بحب احط تفاصيل الكونتنت يا جماعه هيكون عباره عن ميديا اوبجكت سيكشن، تمام؟ ميديا اوبجكت سيكشن ديت الحاجه اللي انت كل ما بتحب تدرج ميديا، تمام؟ يعني ميديا اوبجكت سيكشن هتخليها للصوره، ميديا اوبجكت سيكشن تخليها للنص، لو عايز تحط صوره ثانيه هتحط واحده ثانيه، فاهمني؟ كده تمام، رايت، ما في مشكله. طيب انت هتدرج كام؟ انا هدرج 2 خلاص، يعني معايا كنترول سي، يبقى انا هدرج الكود ده كنترول زد، هدرج الكود ده انا مرتين، تمام كده؟ المره الاولانيه هنا هبتدي احط الصوره بتاعي ايمج، يا رب اكون فاكرها. تمام، والناحية التانية هبتدي أحط نص، والنص أنا همشيه على عنوان، أكتب فيه تايتل مثلا و باراجراف، باراجراف هكتب فيه حاجة. خلينا حتى ناخد النص اللي هم كانوا عاملينه دي، كنترول سي من عندهم هم و كنترول في. اوكي، كنترول اس عشان مسألة السطور وكده، تمام. لو انا عملت كنترول اس صورة، شفت ايه اللي انا عملته؟ ريفرش، هلاقي ان ادي الفكرة يا جماعة، هير از ذا تايتل وديت الكونتنت ودي الصورة، وكل الكلام ده عبارة عن ايه؟ عن جزئية لوحدها مفصول ما بين الاتنين ببادنج صغير، الكلام ده مربوط ببعضه يا جماعة، تمام؟ ديت الفكرة بمنتهى البساطة. الموضوع طبعا هيسهل عليك حاجات كتير. طيب كان في نقطة جميلة كنا عايزين نتكلموا عنها بخصوص مسألة الصورة. الصورة في ديفيجن جميل خالص يا جماعة، لو حطيناه للصورة الكلاس بتاعه عبارة عن سب نيل، لقيت هدي لك تأثير جميل خالص ليه. ثمب نيل، تمام. خلينا ننزل الصورة شوية لجوه ونقفل الديفيجن بتاعنا ده. هدي لك تأثير جميل خالص، ثمب نيل، أو بتكون السبيلنج بتاعي صحيح، ثمب نيل. لا، في مشكلة عندي في ديف كلاس تي اتش يو ام بي ان اي اي
thumbnail. ايه هي وكده تقريبا السبيلنج بتاعها صحيح، بس جفلة الديفيجن هي اللي هتعمل معايا المشكلة دي. ماشي اوكي، لو انا عملت ريلود هلاقي ان الصورة كده. التأثير الجميل اللي بيحصل ده لما بتعمل عليها، لما بتمشي عليها بالماوس بتلاقي ان زي ايه حصل لها هوفر كده بإشعاع، وهي اخدت بوردر، يعني هو عامل لها ستايل جميل. الفالي كلاس صب نايل يا جماعة جميل خالص للصور بالذات يعني. طيب انت معاك 6 كولومنز، خلوني اخدهم بكنترول سي وعلى الناحية التانية بكنترول في عشان نوصل النتيجة اللي احنا كنا عملناها في الاول خالص. فانا معايا الجريد بتاعي تقريبا كده، الامور اوضح ان شاء الله. ده بالنسبة للميديا اوبجكت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.